بيبدأ فيلمنا النهاردة مع جريس وهي سايقة العربية مع ابنها، لكن بتعمل حادثة وابنها بيموت، وده جوزها فليب وشغال دكتور نفسي، ودي لوسي بنت فليب، وبتتفصل من المدرسة بسبب تعاطيها المخدرات، وبنعرف ان جريس شغالة وكيلة عقارات، وبيكون فيليب بيعالج واحدة من المرضى بتوعه واسمها ماري، وبتتعالج عند فليب بسبب ان حبيبها السابق كان بيعملها باسلوب وحش، وانه كان رافض فكرة علاجها لانه شايف الدكاترة النفسيين نصابين. وبعد كده كان فيليب في محاضرة وبيتكلم عن حالة ماري وانه بيعالجها باسلوب جديد، وهو ان يحكي لها هو كمان عن مشاكله عشان تحس انه حاسس بمشاكلها، وبتكون حالة ماري اتحسنت جدا وكمان بطلت تاخد العلاج. وبعد المحاضرة بتحذر مديرته وصديقته فينيسيا من ان ماري بطلت تاخد العلاج وان ده ممكن يأثر عليها. وفي يوم بتكلم ماري فليب وبتقوله ان صديقتها ماتت وان نفسيتها وحشة جدا، وهو بيقول لها ان لازم تروح ليه العيادة بكرة. وبعد كده الشرطة بتروح لفليب لان ماري انتحرت، ورقم تليفون فليب كان اخر رقم هي طلبته. وبيوصل اخو ماري جيمس وبينهار بسبب موت اخته، وبيتكلم مع فليب وبيكون حاسس بالذنب بسبب انه كان بعيد عن اخته، وبتسوء الحالة النفسية لفليب وبيطلب من فينيسيا اجازة. وبيروح جيمس بيت فليب عشان يديله الكتاب اللي كتبته اخته، بس جريس بتعزمه على العشاء وبيدخل ياكل معاهم وبيقولهم انه شغال كاتب وكان عايش في انجلترا وبتعجب بيه لوسي. وبعد كده بيروح فيليب بيت جوز فينيسيا وبيطلب منه نسخة من كتاب جيمس، لكن بيقوله جوز فينيسيا ان الموضوع ده هياخد وقت. وفي يوم لوسي بتكون على الشاطئ وبيظهر ليها جيمس وبياخدها يقعدوا في كافيه وبيقول لها انه معجب بيها. وبيروح فيليب لفينيسيا وبتقول له انه في شكوى متقدمه ضده بسبب طريقه علاجه الغلط وانه السبب في موت ماري. وبالليل بتقول جريس لفليب ان جيمس طلب منها ان تبيع بيت اخته، وبتتضايق فيليب لانه مش مرتاح لجيمس. بس جريس بتروح البيت عند جيمس وهو بيقرب منها بسبب معرفته بموت ابنها. وفي الوقت ده الشكاوي بيتأثر على فليب والمرضى بعدوا عنه. وبتقول لوسي لفليب انها رايحة تقابل صاحبتها، بس هي بتكذب عليه وبتقابل جيمس وبتقرب ليه اكتر. وفينيسيا بتكلم فليب تقوله ان تقدم فيها شكوى تانية. وبنعرف بعد كده ان جريس كمان انجذبت لجيمس وكذبت على جوزها وقالت انها مش هتشوفه. وبيروح فليب لجيمس وبيقول ان يدور على وكيلة عقارات تانية عشان تبيع له البيت. ومن طريق الكلام جيمس بيعرف فليب انه شخص مش طبيعي. وبيروح فيليب لفينيسيا وبيقول لها ان شاكك ان جيمس هو اللي بيقدم الشكاوي دي لانه ممكن يكون عقله مصور له ان فيليب هو السبب في موت اخته. وبعد كده بيراقب فيليب مراته وبيشوفها رايحة بيت جيمس، وبنشوف ان جريس عملت مع جيمس علاقة، وفعلا بيطلع جيمس هو اللي بيبعت الشكاوي، وبسبب الشكاوي المتلتلة بيتفصل فيليب من شغله. وفي يوم جيمس كان مع لوسي وبتيجي رسالة على تليفون جيمس من جريس، وبتشوفها لوسي وبتتضايق وبتمشي، بس بيخدعها جيمس وبيقولها ان جريس بيتكلمه عشان بيع بيت اخته، وبيقولها ان جايز شنطتها عشان يهربوا مع بعض. وبعد كده بيتكلم فيليب مع مراته وبيعتذر لها انه من ساعة موت ابنه وهو محملها مسؤولية موت ابنهم، بس ده لانه كان مكسور من جواه. وهنا بتعيط جريس وبتعترف له بعلاقتها بجيمس، بس فيليب بيقاطعها وبيقولها ان هو السبب لانه كان بعيد عنها. ولوسي بتجهز شنطتها عشان تهرب مع جيمس، لكنه مش بيكلمها ونفسيتها بتتعب جدا، وبتحاول تكلم جيمس لكن مش بيرد عليها. وبتروح جريس عشان تشتري علاج للوسي، لكن عربيتها بتعطل، وبتلاقي قدامها جيمس وبيعرض عليها يوصلها بعربيته، وهي بتوافق لكنه بياخدها في طريق تاني. وبتكلم جريس فليب وجيمس لما بيلاقوا كده بيزود السرعة، وبتتخبط جريس في دماغها وبيغمى عليها. وبياخد جيمس منها التليفون وبيكلم فيليب ويقول له هما فين بالظبط. وبيوصل ليه فيليب وبيمسك جيمس يضربه. وراح جريس عشان تفهم لوسي ان جيمس مريض وشخص خطير، لكنها مش بتصدق. ولان فليب بلغ الشرطة عن جيمس، جيمس بيسلم نفسه لمستشفى امراض عقلية وبيطلب ان يتكلم مع فليب. وبيروح فعلا فيليب ويتكلم مع جيمس اللي بيقول له ان هو اللي كان بيبعت الشكاوي فيه، وان عارف نقطة ضعف عيلته من الاسرار اللي حكاها فليب لماري، وماري كتبتها في كتابها. بس فليب مش بيهتم بالكلام ده، وهنا بيحاول جيمس يستفز فليب ويحكي له عن علاقته بمراته. وبعد كده يروح فليب ومراته البيت عند فينيسيا وجوزها، وبيديله جوز فينيسيا الرواية بتاع جيمس اللي طلبها منه فليب، بس بيتفاجئ فليب ان صورة المؤلف مش هو جيمس، وبيستندج ان ده مش اخو ماري، ده حبيبها اللي كانت بتتكلم عنه،
وإن هو اللي قتل صديقة ماري عشان ماري نفسيتها تتدهور وترجع ليه، بس لما مش بيحصل زي ما هو مخطط بيقتلها وبيخلي اللي حصل كله كأنه انتحار، وبيكلم المستشفى عشان يحذرها، بس بيكون جيمس هرب وقتل الممرض. وبيقول فيليب لمراته إن جيمس عايز ينتقم منه لأنه فاكر إن هو اللي بعد عنه ماري، وبيفكر في لوسي اللي قاعدة في البيت لوحدها، وبتتصل جريس بلوسي لكنها مش بترد. وبيروح جيمس بيت لوسي ولما بتشوفه بتحضنه وهو بيقول لها تروح تحضر هدومها، لكنها لما بتدخل بيضربها وبيسحلها في الشقة كلها، لكن بيوصل فيليب وبيحاول يضرب جيمس لكن مش بيقدر عليه. وبتحاول لوسي انها تساعد ابوها لكن جيمس بيضربها، بس بتيجي جريس وبتضرب جيمس بآلة حادة في ظهر جيمس وبتقتله، والفيلم بيخلص على كده.